هو النسخة الأولى المنتدى هيلي بالعكس شهد حضور واسع وشهد نقاشات عديدة ونجاح، وتناول مواضيع متعددة مهمة على الساحة الدولية، سواء كان على القوى المتوسطة في عالم متعدد الأقطاب، سواء كان في ملفات الشرق الأوسط، أو أيضا الثورة الصناعية والقوة التكنولوجية. الدول اليوم القوة التكنولوجية باتت أحد عناصر قوة الدولة التي تقاس بها، بل أحد أهم العناصر التي باتت اليوم. هذا النقاش يجمع خبراء من دولة الإمارات، من دول خليجية شقيقة، من العالم العربي، من آسيا وأوروبا وأمريكا. لا شك أنه هو إضافة لفعاليات الإمارات في المؤتمرات. المؤتمر يرسخ أيضا جذورة كأول نسخة ناجحة في انطلاقته الأولى. يعني إحنا عندنا محددات تنتمي إلى 2024، لعل أهمها الانتخابات الأمريكية اللي هي أيضا راح يكون لها تأثير على العديد من الملفات الدولية، ومنها ملف الشرق الأوسط، حرب غزة بالتحديد التي أتت بالأمريكان مرة أخرى إلى المنطقة، رغم أن بايدن لم يكن مهتم بملف الشرق الأوسط في أول مجيئة. نشهد أيضا رئاسة جديدة في إيران تتطلع إلى أن تحاور الجوار وأن تكون معه على علاقة طيبة. في الجانب الآخر أيضا لدينا حكومة متشددة في إسرائيل، هذه ستعكس نفسها على مدى الممكن المضي في مشروع النقب الذي تعطل بسبب هذه في الكوريدور من الهند إلى أوروبا، الذي أيضا تعطل بسبب هذه الحرب، وأيضا الحرب في أوكرانيا. مجيء رئيس جمهوري كترامب أيضا يرى أن يجب وقف الحرب وأن يكون هناك ديل